انت بدك تضيع فيها. رايقين اليوم ها؟ السلام عليكم. ابو نايف. البقاء. انا اتوقع يا ابو نايف. اليوم اليوم انا راضي عنكم والله. شوف سعادتك يا ابو نايف. ما شاء الله متوزعين باللوكيشنات بشكل كويس. في شغل؟ لا والله هذا تعاون اخوياي. شيخ احمد انا شكلي بعطيك الشيخ لنهاية البرنامج. لا لا بالله يستاهلون. لن تدري ليش ابو نايف؟ بيجي اللي يفضل مني. ولي اطيب مني ان شاء الله باذن الله. انا مقتنع فيك بس تدري وش المشكله؟ ما عندي قرار. معاونينا كيف؟ بيض الله وجهي. من هم مساعدين؟ مسعود ونايف. والله يعني اعلمكم بعدين. يلا استعنوا بلا جواب. يلا بسم الله. اتوقع انهم هالي صح؟ ايه ايه ما ادري. كنت اسمع صوت ابوك ما ادري ليه. ما ادري والله انا لا اليوم انا كتبت بال اليوم كتبت بتويتر كتبت مساء البهجه. الجمهور بهاج يعني ايش دخل يعني ما أمسي أنا يعني عادي. إن بهجة العيد مقبلة يعني علينا وكذا. بس الناس عاد دائما يفهموني غلط سبحان الله. بس ممكن. ممكن إيش؟ ممكن. مساء البهجة ممكن لها علاقة يعني. لا مساء بهجة العيد يعني. جمع الصوت. أنا برضو كمان كتبت مساء السعد. أسألك بالله. والله في الناس يقولون. شفتها. حلو والله. كيف بالله شفتها؟ طيب يوم شفتها سويت لي رتويت ولا لا؟ ليه؟ والله نظامك والله. يلا شباب خالد. عبد الله يلا عيال يلا عبد الله مصلي شوف اهلي مو جاي ليش انا متاكد ان هلك الان يعني يعيشون بسم الله بغيت اطيح على وجهي ما لها داعي مقدم وطايح وغتره وعقال واخر شيء اتوقع ان اهلك الحين يعيشون افضل مراحل حياتهم مفتكين مفتكين مره منك صح السويدين شوف مستانس معنا الرجال والله انا كنت جبت اهلي يا ناصر ممكن يسوون فيكم مقلب ليه ما يجون يعني يوصلون يوصلون يسحبون اسمع اوصل هنا اقول يلا نشوف ضيوف انا منهم والله دق الباب افتح الباب ما في احد اذا وصلت للمرحله هذه والله بدخل ابوي واخواني والله سوي المقلب فيني انا يلا تفضل يا شباب باقي احد انا البقى يا حبيبي باقي احد يا هلا سهلا ومرحبا مدام اننا بنعيش مره يلا حيه هذا افضل بيت مر علي الدنيا تسهل أيوة مدام اننا بنعيش مره احد يشوفك ما يشوف حياته تسهل يا ابني الله يعزك يا بعد عيني هلا سياف يلا يا شباب يلا يا عيال اللي في غرف النوم تفضلوا يلا يلا حياك الله يا حماده البقى يا بعد عيني الكاب حق من هذا مو بغريب عليه هلا بسام هذا حق صديق حسين الوايلي صديق حسين الوايلي ونعم هو صديقك اللي يجي عند الباب يقول ايه عيال اوكي مساهم بالخير البقى شباب من باقي واحد اثنين البقى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر أربعة عشر خمسة عشر شيخ سكريبت شيخ سكريبت تفضل عندي يا غالي لو بدت فقرتي مرة ثانية وفي احد ناقص تراها مسحوب الشيخ منك ها حبيبي والله وصير انا الشيخ وادخل متسابق معك انت شيخ من زمان طول بعمرك يا حبيبي يلا سياف يلا يلا افلحنا يا عيال شكلكم ما انتم متحمسين لضيوفكم اللي جايين ها ترى ترى عاي تبغون نفس المره اللي فاتت والله شوف المره اللي فاتت انا صراحه انا كنت مبسوط مع محبتي واحترامي وتقديري لثامر ولاهل ثامر أنا مبسوط لأنها مسابقة يعني خذنا التجربة وعادي والحياة حلوة. هلا حياك الله يا مرحبا. لا أنا طيب بس أحترم المهنية الإعلامية. المهنية الإعلامية إني أدعس على قلبي وأطير. يا مرحبا. أبشر بي يا هلا وسهلا لبيك. سم هل اللي ودكم هل اللي ودكم تقهوى ابو شلون كل طيب ولد عمي وكل طيب ولد عمي طيب شباب مساكم الله بالخير على بال ما يصلون الشباب اول شيء العشر عليكم بركه عسى الله يتقبل منا ومن المشاهدين طيب الاعمال وان شاء الله يبلغنا عرفه حنا واحبابنا واهلنا وحنا بصحه وعافيه وعيده علينا عوام عديده وازمنه مديده ونحن نرفل بثياب الصحه والعافيه في هالعشر الواحد يعني ما وده يبخل على نفسه ابدا سلام حياك الله هلا بالزعلان علي لا ان شاء الله يا مرحبا طبعا زعلان اتكلم عن الفقره بس يعني سلام الله حيهم
يا هلا مسيت من نور السرور. طبعا في هالعشر الواحد ما يبخل على نفسه ابدا في اي عمل خير يفعله. الواحد ما يدري وش من عمل يقدمه في هالدنيا ممكن يكون شفيع له يوم القيامه في انه يدخل الجنه من اوسع ابوابها. واحنا عندنا وقف نعتز في ان الوقف هذا انه ضمن اهداف البرنامج اكتماله واهدافكم انتم، ف300 ريال تكفل يتيم مدى الحياه في هالوقف. فودي اسمع من السفراء قبل عاد لا نختار من هو المتسابق ونعرف من هو اهل المتسابق. فابدا معك يا حبيبي عبد الله. وقف اليتيم احنا هم بحاجتنا، اول شيء تجاره مع الله، ثاني شيء اجر وايام مباركه، ما بقى شيء الا 70%. ودي بعشر ايام هذه نقفل كامل الوقف، لان اليتيم والله بحاجتنا، ومكه اجر فيها مضاعف، ارض مباركه. فاتمنى ان نقفل الوقف وجزاهم الله الف خير. يا سلام، فنغتنم شرف الزمان وفضل المكان. و300 ريال الواحد والله أنا يدفعها احيانا في اي شيء مثلا من مشاغل الحياه ولا من مكملات الحياه وينساها، لكن باذن الله انك تدفع ان شاء الله وتحصلها يوم القيامه. مسعود مرحبا السلام. البقى يا حبيبي. اليتيم يبي فزعتنا ويبي وقفتنا الحين، وان شاء الله هالرجال الاعمال والرجال اللي فيهم خير انهم مو مخلينها الحاله. وفي ذي التجاره اللي غير عن التجارات الباقيه، تجاره رابحه 100%. يا سلام، مو مثل التجارات اللي ما تدري كم ربحها. الله يبيض وجهك. وعلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يا سلام، الله يبيض وجهك يا حبيبي. والأرقام ظاهرة على الشاشة. فإحنا برضو كمان أنتم مشاهدين حيلكم يعطيكم الصحة والعافية في تحقيق الهدف هذا، لكن برضو كمان نطالبكم بالمزيد والمزيد إن شاء الله في هالعشر، لعسى الله يا ربنا يتقبل منا ومنكم طيب الأعمال. وتأكدوا أو حطوا في بالكم أنكم طالما أنكم تدلون على الخير، الواحد منكم كأنه فعل الخير. حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، الدال على الخير كفى عليه. سمي يا مسعود. أنا سويت مبادرة أمس، أنا وأخويا يعني أعط كلمة لشو تقول لليتيم، وأبي منك خدمة بس إنك تعطينا كلمة بعد تكتب لليتيم، شو تقول؟ عيوني لك. هذا المجال عندك. اكتب بالأحمر أبو سالم، أنا بيك بالأحمر عشان يزودنا ويشرفنا ويحفزنا. الله يطول عمرك. إنك فارق. الله يعزكم. فيكم البركة. عند الكوعي. كلنا. كلنا الله يسعدكم، وعسى الله يبيض وجيهكم انكم اخشرتوني بالاجر. عسى الله يتقبل منكم طيب الاعمال. خلصنا، استعين بالله، توكل على الله. في لحظه لقى المره الاولى كان عبد الله محمد، وكان حظه سعيد في انه